نروح بقى لزميلتنا هنا ابو القاسم دلوقتي عشان نعرف اخبار النادي الاهلي. اتفضلي يا هنا. يا صباح الخير عليك يا نهواندو على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق كان عنده تمرين صباحي بدأ بالتحديد الساعة 9 صباحا ومستمر حتى الآن، ده طبعا استعدادا بقى لبداية الموسم الجديد وبالتحديد مباراة الاتحاد المنستيري في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا. طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. يعني الفريق كان استأنف تدريباته امس بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه. الحقيقه انه كالعاده مستر مارسيل كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي عملوا محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يحدثوهم الحقيقه عن اهميه الفتره المقبله. يعني لازم نبدا الموسم طبعا بشكل قوي بيليق باسم النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره جدا في لاعبين النادي الاهلي. خليني بقى انا هوند كمان اكلمكم اكتر عن التدريب. الحقيقه انه كان في جزء كبير جدا بدني، ثم بعد كده بدا اللعيبه بقى بتدريبات فنيه بالكره واختتموا المران بتقسيمه قويه شارك فيها جميع اللاعبين. يعني الحقيقه انه في جديه كبيره جدا في تدريبات الفريق، الجميع مركز عايزين يعملوا ان شاء الله موسم استثنائي ونتوج بعديد من البطولات. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للالعاب الاخرى. وقبل ما نبدا اخبارنا النهارده طبعا حابه اهنئ لاعبه الجمباز، لاعبه النادي الاهلي اللاعبه ندى عبد الرحمن بعد تتويجها وحصولها على الميداليه البرونزيه في الجمباز طبعا في البطوله اللي مقامه بالجزائر. يعني ان شاء الله طبعا تستمر بنفس هذا الاداء، وعندنا امال كبيره جدا انه لاعبي النادي الاهلي يقدروا يحصلوا على مزيد من الميداليات في البطوله، لان طبعا لسه منافسات البطوله مستمره حتى يوم 6 اكتوبر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وبنبارك للاعبه ندى عبد الرحمن مرة أخرى. خلونا بقى نبدأ أخبار الألعاب الأخرى ونبدأ برجال كرة اليد. رجال كرة اليد بيحققوا الفوز الثالث على التوالي أمام فريق جي اس كي الكونغولي، قدروا ينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 39-14. ده طبعا ضمن منافسات بطولة أفريقيا المقامة في تونس. الحقيقة أنه كان في سيطرة كبيرة جدا من رجال كرة اليد، قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 20-7 والشوط الثاني بنتيجة 39-14 عشان بقى كده يكونوا محققين العلامة الكاملة في دور المجموعات حتى الآن. حين هم غدا عندهم مباراة مهمة جدا أمام فريق الترجي التونسي، مباراة مش هتكون سهلة لأن البطولة بتقام في تونس، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال كرة اليد إن شاء الله هيقدروا يحققوا نتيجة إيجابية. كمان بقى خلوني أفكر جميع مشاهدينا بنتائج النادي الأهلي رجال كرة اليد حتى الآن في البطولة الإفريقية. افتتحوا مشوار البطولة بالفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 40-11، ثم قدروا يحققوا فوز على فريق وفاق عين التوتا الجزائري بنتيجة 36-11، وأخيرا قدروا يفوزوا أمس على فريق جي اس كي الكونغولي بنتيجة 39-14. إن شاء الله كمان غدا يقدروا يفوزوا على الترجي التونسي عشان يكونوا فازوا في جميع المباريات في دور المجموعات. نروح بقى لسيدات كرة اليد. سيدات كرة اليد عندهم راحة سلبية من التدريبات حتى يوم السبت المقبل، ده طبعا بسبب أنه في معسكر لمنتخبنا الوطني لكرة اليد استعدادا بقى لبطولة أفريقيا واللي بيشارك فيه 8 لاعبات من النادي الأهلي. يعني المعسكر كان بدأ يوم الجمعة الماضي وهيستمر حتى يوم السبت. في حالة من التركيز كبيرة جدا في معسكر منتخبنا الوطني، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يعملوا بطولة كبيرة. البطولة منافساتها هتكون الشهر القادم شهر 11 ان شاء الله، لكن لسه لم يتم الاعلان عن موعد المباريات بالتحديد، لكن طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. واستكمالا الحديث عن اخبار الفرق الرياضيه المختلفه، خلونا بقى دلوقتي نروح لكره السله وبالتحديد رجال كره السله اللي غادروا امس طبعا للكويت استعدادا للبطوله العربيه. والحقيقه بقى انه كان في استقبال حافل لجماهير النادي الاهلي بالكويت لرجال كره السله، ويمكن شفنا كلنا على السوشيال ميديا قد ايه الاستقبال كان حافل، وده طبعا مش حاجه غريبه على النادي الاهلي اللي ليه مشجعين الحقيقه في جميع البلاد حول العالم، وده يمكن طبعا شفناه امس في
دولة الكويت. نتمنى لهم طبعا كل التوفيق في البطولة العربية. الحقيقة أنه أيضا في حالة من التركيز كبيرة جدا عند رجال كرة السلة، عندهم هدف واحد بس وهو الحفاظ على لقب البطولة العربية للسنة الثانية على التوالي. يعني هما وصلوا أمس للكويت، خاضوا مران مسائي، يعني ده كان أول مران ليهم طبعا في الكويت. النهاردة إن شاء الله هيخوضوا ثاني تمريناتهم، والمباريات هتبدأ غدا إن شاء الله. أول مباراة هتكون أمام فريق الميناء اليمني، ويبدأوا بقى دور المجموعات. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني دي أبرز أخبار الفرق الرياضية. كمان يا نهاوند خليني أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء كالعادة بدأوا التواجد في النادي منذ ساعات مبكرة من اليوم. درجة الحرارة الحقيقة فيها تحسن نسبي، يعني درجة الحرارة دلوقتي 26، ودي طبعا حاجة سارة لجميع محبي فصل الشتاء، اللي أنا عارفة يا نهاوند إن أنت طبعا واحدة منهم. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة. معاكي طبعا يا نهاوند لو عندك أي استفسار، والآن العودة ليكي مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك جدا زميلتي العزيزة هنا أبو القاسم. ولو إن دلوقتي 26 هي مفروض متوقع منها هتبقى 31 كمان كم ساعة يعني، وما زال 31 شهر 10 ده تاني هرجع أقول مش ألطف حاجة أبدا، وكناش واخدين على كده، وتغيير المناخ تأثيره يعني مستمر معانا، وأعتقد ده كده لسه البداية. السنوات اللي جاية هنشوف تأثير أكثر شدة بكتير جدا.